الفقرة اللي معانا دلوقتي فقرة مهمة جدا، لأن بالفعل مفيش بيت في مصر مش مهتم بموضوع التطعيم ضد الحصبة الألمانية. ده طبعا غير الكلام الكتير اللي اتقال والإشاعات قبل انطلاق تلك الحملة بأيام طبعا لأغراض أو أخرى. وطبعا في كتير قوي كلام كتير اتصار حواليها، إلا أن الحملة انطلقت بنجاح الحمد لله ومستمرة لحد دلوقتي. الحقيقه النهارده هنفتح الملف ده مع الدكتور عصام علام. مش بس كده كمان، لا كمان هنفتح ملفات كتير تانية خاصه بقى بالانفلونزا وانفلونزا الموسميه والتطعيم او التطعيمات الخاصه بالاطفال. وتليفوناتنا مفتوحه قدام حضراتكم، عايزين اي سؤال للدكتور منورنا مشرفنا النهارده هيكون في انتظار حضراتكم. صباح الورد يا دكتور. صباح الفل. صباح الورد عليك يا دكتور. ويعني زي ما قلنا النهارده ده موضوع مهم جدا، طبعا هنتكلم عن التطعيمات المختلفة بشكل عام، ولكن خلينا نبدأ كلامنا بالموضوع اللي حصل عليه جدل وكلام كتير في الفترة الأخيرة وتحديدا في السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر، انه جرعات التطعيم ضد الحصبة الألماني مسمومة. ايه مدى صحة الكلام ده؟ طبعا انا شكل حضرتك طبعا ان انتم فتحتوا الموضوع ده، لان الحقيقه موضوع مهم جدا وهو موضوع الساعه بالنسبه لتطعيمات الحصبه والحصبه الالمانيه. هو الحقيقه طبعا الكلام ده كله عالي تماما من الصحه، لان المصادر لو اتكلمنا على النقطه دي بالذات قبل ما نتكلم على الحصبه عامه، المصادر اللي بنستورد منها الطعوم مش اي مصادر، احنا بنستورد دايما من مصدر معتمد وموثق من منظمه الصحه العالميه ومنظمه اليونيسف. وعشان يقدر هو يقدر يصدر ده بيمر بمراحل كتير جدا من الاختبارات بحيث ان احنا نثق في جوده هذا المنتج. ومش بس الطعوم لما بتوصل مصر كده انتهت، لا ده بقى بيبتدي كمان مراحل تانية من الاختبارات عليها بالنسبة لهيئة الرقابة الدوائية والأمصال في مصر. بتاخد عينات بتدرسها من ناحية السلامة ومن ناحية التأثير بتاعها، وتأكدوا تماما ان ال 25 مليون جرعة اللي تم استيرادها قريبا صالحة ومفيش أي مشاكل، ودي كلها إشاعات ليس لها أساس من الصحة خالص. يعني طيب خلينا يا دكتور نتكلم عن الحملة. هي الحملة المفروض ابتدت يوم 31/10 وهتنتهي يوم 11 نوفمبر إن شاء الله. يوم 20 نوفمبر. يوم 20 والله. يوم 20 عشان أنا كنت قريت برضه على مواقع التواصل الاجتماعي إن هي هتنتهي يوم 11، يعني دي معلومة هم غلط فيها عشان اللي بيشوفونا برضه، لا هي بتنتهي يوم 20 نوفمبر 2011. عايزين نتكلم تفاصيل أكتر عن الحملة، السن بيبقى قد إيه، الناس تتأكد إزاي إن التطعيم ده هو ده الصح، علشان زي ما مروه كانت بتقول ان في اشاعات وفي حاجات كتير مغرضه. هو الحقيقه نتيجه لارتفاع بعض الحالات الحصبه في سنه 2014 و2015، اللجنه العليا للتطعيمات وهي لجنه قوميه في مصر قررت ان احنا بناء على توصيات الدوليه ان احنا نعمل حمله قوميه للقضاء على الحصبه والحصبه الالمانيه. العمر المستهدف او الفئه المستهدفه من 9 اشهر لغايه 10 سنوات. والحمله تقريبا مستهدفه من 23 ل 24 مليون طفل. وهي حاجه ضخمه تم الاعداد ليها من اكثر من سنه. بدات من 31 اكتوبر لغايه يوم 20 نوفمبر، وفي كل المراكز ووحدات الصحيه التابعه لوزاره الصحه بالاضافه للمدارس الابتدائيه. مجانا طبعا يا فندم. تماما مجانا تماما. ومدارس المدارس الابتدائي لغايه سنه 5 ابتدائي، يعني لو في طفل في سنه 5 ابتدائي وعمره اكبر من 10 سنوات هيطعم برضه. طيب حضرتك قلت هي من سن كام؟ من 9 شهور. 9 شهور الى سن 10 سنوات. يعني 10 سنوات 5 ابتدائي وسنه اكبر يطعم. الفكره مش لان احنا حطينا حد عشان ما يحصلش نوع من البلبله واللخبطه في المدارس لما نيجي نطعم. مش معقول فصل سنه 5 تيجي الممرضه انت عندك 10 سنين وانت عندك 10 سنين وربع، هتبقى في لخبطه. فاحنا اتفقنا ان يبقى 10 سنوات ده بالنسبه لكل الاطفال، وبالنسبه للمدارس لغايه سنه 5 ابتدائي بغض النظر عمره قد ايه. طيب وهي دي المرحله اللي احنا بنستهدفها في الحمله دي ان شاء الله. طيب في حاله ان في اي طفل بيعاني من مرض معين، حتى ولو كان حاجه بسيطه، ارتفاع في درجه الحراره، رشح، يعني يمكن الفتره دي برضو الموضوع ده منتشر بشكل كبير بسبب الحاله الجويه الغير منتظمه، هل التطعيم في الحاله دي ممكن يعمل له مشكله ولا بيكون امن؟ الحقيقه التطعيم امن جدا واولياء الامور ما يلاقوش. احنا عندنا مجموعه من الاطفال هم اللي لا يصلح ان احنا نطعمهم، ولو بصينا لمجموعه الاطفال دول هنكتشفهم في الاخر ان غالبيتهم بيبقوا ربنا يرعاهم بيبقوا محجوزين في مستشفيات، زي الاطفال اللي عندهم مثلا ايدز.
زي الأطفال اللي عنده حساسية شديدة لتطعيم الحصبة، خدها قبل كده وعملت له حساسية شديدة جدا أثرت عليه. يعني في بعض الأمراض اللي ما ينفعش تتنافى مع المصطبة، نقول إيه الأمراض دي يا دكتور؟ ما هم دول أنا بقولهم. الطفل اللي عنده إيدز، الطفل اللي عنده حساسية شديدة جدا من تطعيم الحصبة، الطفل اللي بياخد علاج بكورتيزون مكثف وشديد، لأن كل الحاجات دي بتعمل إيه؟ بتنزل مناعته، فلما مناعته بتنزل ما ينفعش اديله طعم وممكن يصاب بالمرض. فالاطفال دي، مجموعه الاطفال دول هما اللي انا بقول لهم لا انت مش هتاخد الطعم. ولو بصينا بدقه في الاطفال دول هنلاقيهم معظمهم بيبقوا محجوزين في او محجوزين في مستشفى، بالاضافه للاطفال كمان اللي ربنا يحفظهم عندهم سرطان وبيتعالجوا بالكيماوي او بالاشعاعي. دول اطفال احنا بنحرص ان هما ما ياخدوش الطعم. انما لو في طفل هنقسمهم اثنين، طفل مثلا جات له الحصبه فعلا، طفل جات له الحصبه، الطفل اللي جات له الحصبه بنتظر شهر بعد اصابته بالحصبه ويقدر ياخد الحمله. يعني لو لحق الحمله بعد شهر من اصابته بالحصبه ممكن يجي يطعم. طب خليني اسال حضرتك على حاجه، يعني حضرتك بتقول لو طفل جاله الحصبه يطعم تاني ضد الحصبه؟ أيوة. وخلاص ما هي بتهيألي مش هتجيله تاني، ولا ولا هو معرض ان هي تجيله مره تانيه؟ ما هي الفكره في ايه بقى؟ انا ايه فكره، خلينا نقول ايه هي فكره الحمله اصلا؟ الفكره هي ان انا عايز اعلي مناعه كل الاطفال في مصر في المرحله العمريه دي ضد الحصبه، فبطعمهم كلهم بطعم واحد في نفس الوقت بنفس الطريقه، فبيؤدي ايه في النهايه؟ ان الولاد مناعتهم كلها تعلى وترتفع، فالفيروس ما يلاقيش طفل يخش يعيه، فالفيروس ينتهي. طيب. او الحالات تقل. الطفل اللي بيجيله الحصبه شبيه جدا بالطفل اللي خد الطعم الروتيني بتاعه بتاع الحصبه. في الحالتين انا لازم انتظر شهر ما بين ده وده عشان يبقى الطعم مدي تاثير. فده طفل حتى لو جات له الحصبه اللي ممكن بعد شهر ولسه الحمله شغاله ممكن ياخد تطعيم الحصبه. الاطفال اللي سخنين شويه او عنده رشح شويه او تعبان شويه او عنده اسهال ممكن يروح يطعم، مفيش مشكله خالص طالما هو درجه حرارته مش عاليه جدا. طبعا ممكن والده ووالدته ينتظروا شويه يوم او اتنين، الحمله مدتها 3 اسابيع، يعني احنا لسه قدامنا ان شاء الله اكتر من 20 يوم على الحمله، او يمكن اقل 15 16 يوم. ممكن انتظر شويه لغايه لما الولد حالته تحسن شويه طعم، عايز تطعمه مفيش قلق، لا طالما هو تعبه بسيط وخفيف لان الطعم مش هيأثر عليه. طيب خليني يا دكتور نتكلم بقى بشكل تخصصي شويه على المرض نفسه بقى. احنا اتكلمنا عن التطعيم. المرض، في ناس كتير ما بتعرفش تفرق ما بين الحصبه وما بين الجديري، حاجات كتير جدا. فازاي انا اعرف ان انا ابني كده دي ما بدأ حصبه؟ اعرف ازاي واعمل ايه؟ طيب هو خلينا نتكلم الاول، انا ادي الدور الاكبر في التشخيص وفي واعمل ايه مع الطبيب المعالج. اي طفل تظهر عليه انا كأم او كأب على طول، امتى اعرف الاقي طفل تعبان عنده رشح، عينيه بتدمع، ودنه وجعاه، عنده تعب شديد، ابتدى يظهر عليه بقع بيضة في بقه، طفح جلدي، الحاجات دي كلها بتديني انديكيشن ان الطفل ده عنده مرض. ايه المرض؟ انا مش عايزين نتعب اولياء الامور وهو يفسر ده دور الطبيب. على طول اتوجه الى الطبيب، والطبيب هنا بيشوف حاله الولد. لان لو اتكلمنا على الحصبه اللي هو موضوعنا النهارده، الحصبه الحقيقه من الامراض اللي بتتراوح ما بين انها تبقى بسيطه وولد يتعب شويه ويجيله الاعراض اللي قلناها دلوقتي، الى انها لا قدر الله ممكن تصل بيه الى الوفاه. يعني السنه اللي فاتت للاسف احنا كان عندنا 10 حالات وفاه اطفال نتيجه للحصبه، لانها ممكن تعمل تاثير في المخ وتاثير شديد جدا، خاصة لو الولد مش عشان السخونية بس، بتبقى حالة الولد نفسه ضعيفة، هو ضعيف، مناعته ضعيفة، حالته العامة ضعيفة، فبيبقى من السهل ان الفيروس ينتصر. ما هو اصل العملية عاملة زي الحرب ما بين الفيروس والجهاز المناعي بتاع الجسم، وكمان ما اهتمش، ما راحش الدكتور متخصص وتعالج من البداية بالزبط. فالحالة بدأت تتأخر. بالظبط كلام حضرتك سليم. ممكن طبعا يكون الطفل نفسه اهله ما اهتموش او ما ادوش رعاية اكتر، قالوا ده حصبة وهتعدي، كل الكلام ده هو اللي احنا دايما بننصح. طب العلاج يا دكتور، انا سامع او يعني اعرف، انا طبعا مش عارفه زي ما بنسمع كده كلام كتير، السوائل، هل السوائل بتفيد في علاج مرض الحصبه؟ بص، الحصبه من الامراض الفيروسيه،
ومعظم الامراض الفيروسيه ملهاش علاج مباشر، علاجها كله اللي احنا بنعمله هو ان احنا بنحاول نسيطر على الاعراض عشان ما تؤديش للولد ان هو يتعب اكتر. يعني نديله حاجات مثبطات للحراره عشان درجه حرارته تنزل، بديله سوائل فعلا زي ما حضرتك بتقولي عشان يعوض السوائل اذا كان هو بيفقد سوائل، بديله فيتامينز لو هو محتاج فيتامينز، بديله فيتامين الف عشان يعوض. كل ده انا بحاجات بديها له، مفيش علاج مباشر، لكن انا بديله حاجات تقوي وتقوي جهازه المناعي تحت اشراف الطبيب المعالج. نعم، تحت اشراف الطبيب المعالج. طبعا كل دايما ننصح اولياء الامور، وانت عارف حضرتك عاداتنا كمصريين على طول بن بن بنمشي ورا مبدا نسال مجرب ولا نسال طبيب. نسال مجرب ولا نسال طبيب، احنا بنقول لهم اسال مجرب واسال طبيب، مش هيخسر. طيب دكتور احنا لسه مكملين كلامنا مع حضرتك، ولكن احنا معانا سمر على التليفون. صباح الورد عليكي، حاولي تكلمينا مره ثانيه. نرجع لكلامنا، وعايز اسال عن التطعيم. يمكن احنا اتكلمنا عن الامراض اللي في حاله وجودها عند الطفل او الطفله ممنوع ان احنا نستخدم التطعيم او ان احنا نطعمهم، وقلنا الامراض البسيطه سواء كان رشحه او ارتفاع في درجه الحراره ده ما بيعملش اي مشكله. بالظبط. التطعيم بقى بشكل عام هل ليه اي اثار جانبيه؟ التطعيم بشكل عام هو بكل بساطه عشان الناس انا بالظبط اللي بعمله ان انا باصيب الطفل بفيروس او ميكروب المرض بصوره ضعيفه جدا عشان جسمه المناعي يتعرف عليه ويكون الاجهزه بتاعته ويسيطر عليه، عشان لو جاله المرض بقى بجد يقدر الجسم المناعي خلاص مستعد ليه يقضي عليه. هو ده، هي دي بكل بساطه التطعيمات، ان انا بدي تمهيد لجسم الطفل بالميكروب او بالفيروس. فليه بعض الاعراض الجانبيه محدش يقدر ينكر. يعني حضرتك دلوقتي الامهات لما ابنها بيروح يطعم ويرجع، الطفل لو سخن شويه ايده خدلت شويه مطرح الحقن، سخنت شويه ما بتقلقش ما بتجريش بيه على الدكتور، لانها عارفه ان والعلامه بتاعت زمان اللي كانت تبقى طالعه هنا دي ده كانت ايام الجدري زمان. لكن انا الحمد لله دلوقتي ما بقتش قوي زي دلوقتي، خلاص اللي احنا قضينا على الجدري. لكن هي الفكره كلها ان هو الطفل ممكن طبعا وتروح من طفل لطفل، يعني ممكن طفل ما يحصلش اي حاجه خالص ولا يحس ولا تحس ان هو طعم، وفي طفل تاني ممكن يسخن شويه ايديه تخدل شويه مكان الحقن. يعني احنا لغايه امبارح 4 ايام حامله طعمنا 5 مليون، طعمنا 11.5 مليون طفل. 11.5 مليون طفل بفضل الله لغايه دلوقتي ما حصلش اي اعراض اي حاجه في ال 11.5، وده رد للاشاعات اللي طلعت ويؤكد على وعي اولياء الامور ان هم لم يلتفتوا للاشاعات دي وودوا اولادهم يطعم. طب دكتور عايز اسالك بقى، بما ان حضرتك ذكرت الاشاعات اللي بتتقال على التطعيم ان هو فعلا ما يعني موضوع ملوش اي اساس من الصحه، موضوع ان التطعيم مسموم، السبب او المصدر في الاشاعه ده ايه؟ يعني دايما بنقول انه لو في اشاعه اكيد بيبقى في جزء بسيط جدا من الصحه، ولكن مش هننفيها تماما. طب السبب ايه او مصدرها ايه؟ بص حضرتك، هو بعض الناس الحقيقه بيبقى دايما عندها شك، ما عندهاش ثقه، خايفه طبعا على اولادها. انا بقول ان بعض الاحيان الناس اللي بتنشر الخبر بيبقى نيتها صافيه خايفه، لكن احنا دايما بنقول للناس قبل ما تنشر خبر تاكد من مصدره، علشان انت الخبر ده بينتشر بسهوله جدا وسط الناس. اللي حصل ان بعض الاحداث خلت، يعني مثلا الحمله كان مقرر ليها اول شهر وتقعد لمده برضه 3 اسابيع. اللي حصل ان لما الكلام ده بيتحضر له بقاله اكتر من سنه، تدريب واعداد وشراء طعوم، قصه مش سهله، لان خمسه المستهدف 23 مليون طفل. فلما قربنا من الميعاد وزاره الصحه لقيت ان في انتخابات، والانتخابات بتقوم في مدارس، فهيبقى من الصعوبه بمكان ان يبقى في لجنه انتخاب وفريق تطعيم، خاصه ان الاولاد بياخدوا اجازه في المدرسه. طيب انا هستاذن بس عشان معانا تليفون بس بقاله كتير، معانا استاذ محمود. استاذ محمود صباح الورد على حضرتك. اهلا صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضل. صباح الخير يا فندم. استاذنك بس وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. ايوه يا فندم. تمام. كنت عايز اسال بس الدكتور. سامعينك، اتفضل. نسال حضرتك الدكتور دلوقتي، انا ابني حضرتك كان يعني هو 12 سنه وكان بياخد البكاشه اللي هو اساس عند الصدر، يعني كده اللي هو سيلما كور، بس هو دلوقتي بياخد يعني زهق منها شويه فبياخد البنتال وقت اللزوم. ايوه. فمعرفش يعني ايه وضع البكاشه البنتال اللي هو كومبوزيوم، يعني للدكتور يعني
حضرتك سامع الصوت كويس؟ انا مش سامع الصوت، بس هو بيسالني انت حضرتك بتسال على دواء معين، بس يعني يا ريت ما نقولش الاسم تاني، هو نوع دواء معين. ده حضرتك بتسال على دواء معين. ايوه يا فندم. طيب. يعني اللي هو يعني اللي هو الدكاكه للصدر يعني. طيب. طيب هو عنده حساسية على الصدر يعني؟ طيب اسمح لي. طيب أوكي. اسمح لي بس خلينا نتكلم. الولد عنده 12 سنة فهو مش من ضمن المستهدف. احنا بنشكر حضرتك جدا وتابعنا الدكتور هيرد على حضرتك. طيب الولد عنده 12 سنة فبالتالي هو مش من ضمن المستهدف في الحملة. فهو مفيش مشكلة خالص لأن هو مش هيطعم لأنه مش مستهدف في الحملة. بالنسبة لحالة الطفل طبعا أنا ما يعني لو تسمح لي أنا ما أقدرش أجاوبك لأن ما أعرفش حالة الطفل، مش متابعها من أولها. لازم الطبيب بتاعه اللي بيتابعه من أول هو اللي بيبقى عارف كتب له علاج إيه وأعراضه إيه ونتائجه إيه، وهو اللي قادر على تغييره مش منك أو من الطفل، خاصة موضوع الحساسية اللي على الصدر. فأتمنى من حضرتك إن تاخده للطبيب بتاعه ويتم تعديل الدواء ده بالطبيب، سواء تعديل الدواء أو تعديل الجرعة اللي الطفل بياخدها. دكتور عصام انا بشكرك شكرا جزيلا. بس قبل ما نختم الفقره عايزين كمان مره ثانيه نقول يا جماعه ان دكتور عصام قال على بعض النقاط اللي بنؤكد عليها مره ثانيه. ميعاد تطعيم او الحمله اللي معموله للتطعيم ضد الحصبه من 31 ليوم 20 صحي كده. كمان بيؤكد مره ثانيه على ان لو لا قدر الله حسيتي باي تغيير في ابنك او بنتك روحي للدكتور، ما تساليش مجرب، لا روحي اسالي الدكتور. تطعيم الاطفال بيتم من سن 9 شهور لغايه 10 سنين. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، واكيد ان شاء الله هيكون لنا لقاء تاني ونشوف برضو يعني مدى استجابه الناس للحمله دي. وصباح الورد على حضرتك. صباح الورد صباح الورد عليك يا دكتور ونورتنا. ربنا يخليك.